رمضان الكرام، عايزين مشاهدين متابعين ابو بير ميديا في كل مكان. اعزائي المشاهدين متابعين ابو كبير في كل مكان، بنجدد التحيه مع حضراتكم. واحنا متواجدين الان في منافذ الكتب المستعمله، دي كتب دراسيه، الكتب يعني استعمال تصل الى نسبه 10%، يعني 90% من الكتاب جديد. الطلاب بشديد الاقبال على هذه الكتب الدراسيه، وطبعا نظرا بقى لارتفاع الأولى لستة 25 كل المواد ولا كل المواد زي بعضها. تمام. بالنسبة لإعدادي تاني إعدادي وتالت إعدادي العام واللغات. طيب الكتب كلها جديدة مطبوعة السنة دي ولا مطبوعة سابقة مستعملة؟ 24 مستعملة 24. طيب ونمشي عليها ونكتب فيها عادي، يعني سهل ان احنا نتعامل معاها، يعني ما هياش معضلة ولا حاجة. طيب قول لنا الكتب دي بتجيبها من فين؟ بنجيبها من مصر، بنجيبها من القاهرة، من اسكندرية، من محافظات خارج اسيوط، يعني محافظات مختلفة. دي أسعار الكتب ارتفعت بنسبة كام في المية عن العام الماضي؟ لا ما ارتفعتش كتير، هي زادت 10 جنيه 15 جنيه. 10 جنيه و 15 جنيه؟ الكتاب في المكتبة بيعمل 140 150. اللي بره بيعمل 140 150. بالنسبة للإعداد نفس الكلام. هنا الكتاب بيبدأ من 25، يعني تقريبا الربع. 25 أيوة. وأقل من الربع كمان. أقل من الربع. طيب. الإعداد 25. الإقبال على الكتب دي بيزداد ولا بيقل؟ إيه؟ الإقبال عليها بيزداد ولا بيقل؟ لا بيزداد، حلو الإقبال، حلو الإقبال، حلو إن شاء الله. الإقبال كويس. إيه اللي اختلف السنة دي؟ السنوات الدراسية مثلا فيها نظام منها مختلف، الكتب بتاعتها اتغيرت؟ بالنسبة لأولى إعدادي متغيرة. والاعدادي؟ اما بالنسبه للابتدائي كل ما فيش شيء تغيير. الكتب زي ما هي. بالنسبه للثانويه عامه، الصفوف الثانويه بيستخدموا التابلت، هل ده بيأثر على استخدامهم للكتب الورقيه ويقبلهم عليها ولا لا؟ لا ما بيأثرش طبعا. بيأثرش المرحله كده لازم تشيلوا الملخص. التابلت ما بيغنيش لا على الكتاب المدرسي ولا على لازم يستخدموا وللعين. طيب ممكن تورينا برضو ناخد يعني جولة ثانية كده في الكتب بتاعت الابتدائي؟ دي كتب اعدادي؟ دراسات سادة ابتدائي. سنة خفيف برضو. انجليزي. اتفاقيات بسيطة. في مرتجع سادة ابتدائي رياضة؟ بس انضباط. احنا مع بدايه المدرسه بنعمل تخفيض وكده. طيب قول لنا مكانك كده فين؟ مكان هنا في المجدوب قدام شركه وي، اللي هو سنترال وي الكبير ده اللي ورانا، وفي في شارع الرياض مكان تاني برضه، في عندي الخزان الصغير مكان تاني، في عندي جمعيه شبان المسلمين بعدينا. بس في تابلوك برضه عند الموقف. في كذا مكان يعني. انتوا كل سنة بتعملوا زي مبادرة كده للتخفيف عن أعباء، لتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة أولياء الأمور. أيوة. ربنا يحفظكم يا رب. ليك كام سنة بتشتغل في بيع الكتب والأسعار؟ 9 سنين. 9 سنين. طب إيه المختلف السنة دي؟ المناهج يعني؟ أه. والأعداد.
لا نقدر نقول ايه المختلف يعني السنه دي؟ في ناس بتطبل فعلا على الكتب المستعمله ولا كله عايز كتب جديده؟ لا زي ما في واحد عايز كتاب مستعمل في واحد عايز كتاب جديد، يعني في كده كله زي بعض يعني. طيب هو ماشي، هو في الكتب الجديده بنفس السعر القديم ولا بيختلف؟ لا جديد بسعر المكتبة طبعا 150 جنيه 140 جنيه زي ما بيكون مكتوب عليه، بيعمل له خصم مثلا، في مكاتب بتعمل خصم 10% بتنزل 10 جنيه مثلا، في مكاتب ما بتعملش، بتعمل مكاتب اللي هي الكبيرة خصم، المكاتب الصغيرة ما بتعملش خصم زي ما مكتوب على الكتاب. تمام تمام. قلنا عرض واسعار 25 اي خمس كتب بدل كتاب واحد؟ ايه؟ بدل كتاب يعني بسعر كتاب واحد في العام ده؟ مش محصل ثمان كتاب في المكتبة، خمس كتب ب 125 يعني 5 ب 25 وهتاخد خمس كتب كمان انا ادي لك كتاب دين عليهم ما شاء الله. بالنسبة لابتدائي؟ اي كتاب ب 25 جنيه. واعدادي؟ واعدادي اي كتاب 35. طب نشوف شوف ده ابتدائي، ده ابتدائي اهو سامع خفيف. قلنا سعره كام؟ 25 جنيه مش 70؟ 25 جنيه. لا علي صوتك شويه تاني. اي كتاب 25؟ اي كتاب ب 25. تمام. الناس بتسال مكانكم فين؟ في الميدوب ميدان المكذوب. ميدان الميدوب قدام شركه فوق. تمام. اعدادي بقى نمسك كتاب من اعدادي. اي كتاب 35 جنيه. اي كتاب ب 35. ثانوي؟ ثانوي ما بين 50 و 60. وابتدائي؟ وابتدائي 25. نشوف كده بتاع ابتدائي، نشوف كتاب الابتدائي. انهلنا جولة ثانوي وهنسيبها بقى مع عم. انهلنا بقى بولا ثانوي. بولا ثانوي. أولى ثانوي ده تاريخ أولى ثانوي 50 جنيه. 50 قلنا سعره كام؟ 50 جنيه. 50 جنيه. أعزائي الكرام، أعزائي المشاهدين والمتابعين، أبو كبير ميديا في كل مكان، شكرا ليكم وشكرا لحسن تبعتكم، نلقاكم إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا معاكم النهارده في لايف، يمكن اللايف ده أولياء الأمور تشوفوا، تحب مثلا اللي مش قادر يشتري كتاب جديد ممكن يشتري كتاب بتاع العام الماضي، وفي كتب هي هي ما فيش اي صفحات فيها اتغيرت. للعلم كمان المواد اللي بتبقى مثلا متغيره كلها المنفذ هنا ما بينزلهمش. شكرا ليكم وشكرا لحسن تبعتكم، نلقاكم ان شاء الله في فيديوهات تانيه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.